مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير وصحه وسلامه يا رب. اعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ليالي شباب، بكم تطيب الاوقات ومعكم تحلو الحكايات ولكم نعزف النغمات، فبسعادتكم نسعد وبفرحكم نفرح. معكم برنامجنا يتجدد، فاهلا ومرحبا بكم بلقاء جديد وبضيف جديد ونجم جديد لهذه الليلة. اسمحوا لي أن أرحب بالفنان فؤاد جعوان، كما أيضا أرحب بالعازف فهد العزي، وأيضا الفنان معتصم الجباري والفنان عبد الكافي خالد، الذين سيمتعون بأصواتهم طيلة هذه السهرات الفنية والجميلة. وأيضا لا ننسى أصحاب اللوحة الاستعراضية الفنية الذين يرقصون بالرقص الشعبي اليمني بمختلف ألوانه، الأخ قيس الرداعي والأخ أحمد الرداعي وأيضا محمد عطاء. مرحبا بكم جميعا مشاهدينا الكرام، نفتتح هذه الأمسية وهذه الجلسة العيدية الرائعة بروعة وجمال فناننا الفنان فؤاد جعوان. فؤاد، الافتتاحي لك، الفن هو الذي يتكلم، تفضل. حياك يا أستاذي، وإن شاء الله نهدي للإخوان المشاهدين الكرام أغنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مرحبا بك يا فؤاد معنا في هذه الأمسية الجميلة، والكلمة لك والفن هو الذي يتكلم وفقط، تفضل. حياكم الله يا أستاذ، بإذن الله تنال إعجابكم وجميع المشاهدين الكرام إن شاء الله. أكيد أسف. عيد من فرحتي بكشف شفك الورد يا عيد، قدم دعوسك وطيبك تجدد القلب تجدد. عيد من فرحتي بكشف شفك الورد يا عيد، قدم دعوسك وطيبك تجدد القلب تجدد. يا شوق قلبي بطيبك يا حلو بالي المحيا، قلوبنا لي محلك انت مرحب يا حي. يا شوق قلبي لطيبك يا حلو بالي المحيا، قلوبنا لي محلك يا انت مرحب يا حي. يا عيد من فرحتي عشتك الورد يا عيد، قدم دوسك تجدد القلب تجري يا وصفنا قلنا انت المنى والاماني، انت الماء ومعنى يا حلو باهي المحي. اذا وصفنا قلنا انت المنى والاماني، انت كلمة ومعنى فيها جميل المعاني. يا عيد من فرحتي شفرشتك الورد يا عيد، قدم دوسك وطيبك تجدد القلب.
نسيبك شفرشنك الورد يا عيد قادم بأنسك وطيبك تجدد القلب تجد تعيد من فرحتي الورد يا عيد قادم بأنسك وطيبك تجدد القلب قادم بأنسك وطيبك تجدد القلب يا عيد يا سلام يا فؤاد على هذه الافتتاحية الجميلة. فؤاد بداية بعد أن سمعنا هذا المقطوع الغنائية الجميلة الترحيبية بمناسبة العيد وهذه الأيام الحلوة والجميلة، بداية نود نعرف فؤاد جعوان في سطور في كلمات، يعني من فؤاد جعوان؟ فؤاد جعوان معروف عند الكل، فؤاد عبد الله صح جعوان من موايد عمران طبعا. الأصل من حجة أدرس أو سنة أو لا كلية علاج، يعني أنت من حجة بس ساكن في عمران؟ أكيد أكيد مواليد عمران بس الأصل ضروري ما أنا أصل خلاص من حجة. أدرس في جامعة صنعاء كلية علاج سنة أولى. يعني ناوي تبقى إعلامي كمان؟ إن شاء الله إن شاء الله. ليش لا؟ لأنه أكيد مجالنا كله إعلام. أكيد المجال الإعلامي حلو، أنت ما تجمع فن مع تكون إعلامي وتكون فن كمان إعلامي فنان، حلو قوي، تكون حاجة حلوة. طيب فؤاد، مشاركتك الفنية التي يعني شاركت فيها، أفضل مشاركة تعتزر فيها أنك شاركت فيها أو عمل فني قمت به؟ والله لي أعمال فنية كثيرة بس ما أقدرش إني أحدد لك أي أفضل عمل. طيب أفضل عمل يعني أخرج فؤاد للناس ووصله بشكل جميل ووصل إلى أكبر شريحة من المتابعين والمستمعين لفؤاد. أنا أعرف أنه منذ كنت صغير سجلنا شيء تواشي حمانية، هذه يعني وصل له أذن كل سامع أكيد حتى خارج اليمن، مش باليمن بس. تواشي حمانية؟ تواشي حمانية. أما الآن أنا سجلت في عام 2009 شريط، آخر شريط ألبوم فني اسمه ونيس الروح. ونسر. طيب فؤاد، انت كل يعني اعمالك يعني للاعراس صح؟ في جهه الاعراس. في جهه الاعراس، يعني في الجانب ما تفكرش انك تعمل عمل فيها يعني غير الاعراس؟ لا بس اللهم انه قل مشغول بجهه الاعراس اكثر. بس انت في هذا الجانب ما شاء الله تميزت في جانب الاعراس، وفؤاد من الاسماء الثقيله الذي يعني كل الناس الله يسعدك يا رب. عمين. طيب فؤاد، لو ممكن تسمعنا من شريط تواشيح، تذكرنا بشريطك القديم الذي اوصلك للجمهور، تختارنا مقطوعه عمين. جميله منه أو من ونيس الروح اللي تشتي؟ إن شاء الله من تواشي حمانية. تواشي حمانية؟ أجيب لك مقطع منه، بس إيش اللي عايز يصغر صوتي لهذا الحد؟ لا مش ضروري يصغر الصوت، أهم شيء إن صوتي يعني لا زال جميل كما هو سواء صغير أو كبير. دي من التواشي حمانية حق فرج الهم، قصيدة صنعانية. كلمات من؟ الأستاذ عبد الوهاب العنسي. عبد الوهاب. عبد الوهاب أظن. أكيد. تفضل. فرج الهم يا كاشف الغم، فرج الهم يا كاشف الغم، منك فضلا بفضل المثاني، منك فضلا بفضل المثاني، بالإمام الختام المعظم، بالإمام ختام المعظم، أشرف الروس قاصي وداني، أشرف الروس قاصي وداني. الله عليك يا فؤاد. فؤاد أنت كفؤاد يعني هل تحب صوتك اللي يوم كنت صغير بالتواشح عن صوت فؤاد الآن؟
والله لك ترى هذا الجمهور مشلي. انت كشخص انا كشخص مرتاح لصوتي حاليا يعني، لانه استقر. يعني انت الان عندما بتسمع صوتك وانت صغير يعني بتشعر انه كان صوت حلو ولا الان احلى؟ عند البعض، وعند البعض الحل حالي الان افضل. يعني الناس تسمين لها جهتين، جهه يعني عشق الاصوات الصغيره وجهه الناس لا. طيب ايش رايك سمعنا يعني الاغنيه اللي بيعشقها الناس كل ما راح فؤاد مكان يشتوي يقولوا فؤاد لو سمحت نشيل الاغنيه هذه يا فؤاد؟ ايش هي؟ صنعاني. طبعا صنعاني. ايه. اذا وش باقي افضل من الفن صنعاني؟ اذا ايش بتختارنا من اغنيه؟ الليل هالقلب مرتاح. الليل هالقلب مرتاح. اذا مشاهدينا الكرام مقطوعه صنعانيه غنائيه اليوم القلب مرتاح، ومرتاح وجودكم في هذه الليالي الحلوه والجميله وفي هذه السهرات خلال ايام عيد الاضحى المبارك وفي ونيس الروح اللي معانا فؤاد جعوان. الليله القلب مرتاح أمين بين كل الليالي. الليلة هالقلب مرتاح من بين كل الليالي، والقلب فريد لا لجناح يوم ضيق يومي سالي، والقلب فريد لا لجناح يوم ضيق يومي سالي.
هالقلب القلب مرتاح بين كل الليالي والقلب فريد لا نجرح يوم ضيق يومي سني اكرهني ولا حبني ما انا والنبي مفروقة ضحايا الغرى قالوا يا ولاد نصحى لموني ضحايا الغرى قالوا يا باشر نصحى لموني ضحايا الغرى قالوا يا فهد نصحى تعب ومن يرحمك ملك والهوى والغياب شد تعب ومن يرحمك من يرحمك يا زين عكافي لي دموع الغرام كم عانيت من فرقتك اشهد لي دموع الغرام كم عانيت من فرقتك اشهد لي دموع الغرام كم عانيت من فرقتك عنب والزبيب قلبي ذا في ذمتك يا طعم العنب والزبيب قلبي ذا في ذمتك في هم يرحموا قلبي لصغر سنه
هم يرحموا قلبي لصغر سنه فهو شبك بي مبسم وعينه وانتم تقولوا اعشق له حسنه وانتم تقولوا اعشق له حسنه واني قد غراني بحسنه حسن لنفسه وش علي منه حسن لنفسه وش علي منه كيف اعشق والهجر صار منه وبالملامة فيك عذبوني.